بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، إليكم هذا التمرين الذي يقول: من خلال منحني الدالة أف، الدالة أف، ها هي الدالة أف يا أبنائي الممثل، لاحظوا، ها هو منحني الدالة أف اللي هو سي أف، هذا هو سي أف. أعطيت لنا الدالة مرسومة على هذا المنحنى باللون الأخضر. السؤال الأول قال: عين مجموعة التعريف. إذن مجموعة التعريف نبدأ في الأول بمجموعة التعريف اللي هي دي اف تساوي، من خلال المنحني علينا أن نستخرج ماذا؟ مجموعة التعريف من المنحني، من البيان. تابعوا أبنائي كيف نعمل. ها هو المنحنى أمامنا. مجموعة التعريف دائما يا أبنائي، دائما ركزوا معي، أنها تكون على محور الفواصل. ها هو محور الفواصل، لاحظوا، ها هو محور الفواصل، قم هكذا، هذا هو محور الفواصل. مجموعة التعريف تكون على محور الفواصل، لا تكون على محور التراتيب. كيف؟ إذا مجموعة التعريف إذا تنطلق من ناقص، تابعوا جيدا، من ناقص ما لا نهاية، لاحظوا، ونبدأ بالسير هكذا. الآن استمرار الدالة مستمرة مستمرة مستمرة، ها هو قد توصلنا إلى هذا المكان. لاحظوا، توصلنا إلى هنا، أن الدالة أصبحت هكذا تسير ولا يمكن لها الاستمرار، يعني لا يمكنها العبور من هذا المكان مهما كان. عند كم هذه العبارة؟ عند الناقص 4، يعني تابعوا تصبيه من ماذا؟ لاحظوا، من ناقص ما لا نهاية وصلت إلى ماذا؟ إلى ناقص 4. تابعوا يا أبنائي هكذا، ثم المجال مفتوح، اتحاد من ماذا؟ ثم انطلقت، لاحظوا، من هنا، ها هو المنحنى كذلك، انطلق من هنا وبدأ بالسير، لاحظوا، بالسير، بالسير، إلا أنه لا يمكن، ونحن دائما نتحدث على محور الفواصل، نكمل السير هكذا، انظروا دائما إلى محور الأزرق، وصلت إلى هذا المكان، لم تستطيع المرور، هذا كم هذا المكان؟ هو ماذا؟ هو الصفر، ثم من ماذا؟ لاحظوا الصفر. وصلت إلى من ناقص 4، لاحظوا، قلنا، تابعوا أبنائي، تابعوا نقطة بنقطة حتى تعلموا إلى هذه الأسئلة، تابعوا جيدا. نقول، قلت دي أف انطلقت من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 4 هكذا، اتحاد، ثم انطلقت من هذا المكان وبدأت تسير إلى هذا المكان، كم؟ من الناقص 4 إلى غاية، لاحظ، انطلقت من هنا إلى غاية هنا، إلى ماذا؟ إلى الصفر، مجال مفتوح، اتحاد، ثم أكملت السير هكذا. دائما انظروا إلى محور الفواصل فقط، أنه محور الفواصل في هذا المكان، وهذا المكان لا يمكن عبور المنحني، يعني الدالة تصبح غير مستمرة، يعني من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هكذا. هذه هي مجموعة التعريف يا أبنائي بأبسط شيء. إذا قلت مجموعة التعريف تكون على محور الفواصل، يعني لو تخيلنا أن سيارة انطلقت من هنا، لاحظوا، يعني من ناقص ما لا نهاية، هيا آتية آتية، تصل إلى هذا المكان لا يمكن لها أن تعبر، لماذا؟ لأن هذا لا يتركها تعبر، وصلت إلى ناقص 4، ثم من ناقص 4 انطلقت تسير إلى الصفر، توقفت، ثم من الصفر أكملت المسير، كيف أكملت؟ يعني مع هذا المنحني هكذا. لأن قلنا مجموعة التعريف تكون على محور الفواصل. إذن قد أنهينا هذا السؤال اللي هو مجموعة التعريف. نأتي إلى السؤال الثاني اللي هو النهايات. النهايات يا أبنائي تكون على محور التراتيب. نكرر، النهايات قلت تكون على محور التراتيب. مجموعة التعريف على محور الفواصل، النهايات على محور التراتيب. ها هو محور التراتيب أمامكم، تابعوا تابعوا، ها هو محور التراتيب، هذا هو محور التراتيب، ومحور التراتيب يا أبنائي ينطلق من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، هذه لا جدال فيها. نبدأ، النهاية كم يوجد لنا من نهاية؟ ها هي 1 2 3 4 5 6. نبدأ بالأولى، ليميت اف لإكس
هي عبارة تالة، لما إكس يؤول إلى الناقص مثلا، يعني نبدأ بالأولى رقم واحد تساوي، لاحظوا قلت النهايات تكون على محور التراتيب كما هو واضح. نبدأ بالأول الإكس، لاحظوا عند ماذا؟ عند الناقص مثلا، ها هي الناقص مثلا للإكس، أنها ها هذا محور الفواصل، إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص من النهاية. المنحنى عند ماذا يكون؟ لاحظوا عند هذا المكان، ها هو المنحنى، لو نسقطه على محور الفواصل يأتيكم هنا، هذه القيمة كم يا أبنائي؟ لو تلاحظون هي الواحد، إذا لاحظوا المنحنى في هذا المكان بالتقريب يقترب من ماذا؟ لاحظوا ها هو يقترب إلى ماذا؟ إلى هذا الواحد، ها هو الواحد، إذا نقول تساوي واحد فقط، نقول تساوي واحد. الآن عندنا كذلك ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص أربعة بقيم أقل، ها هي الناقص أربعة، ها هي الناقص أربعة بقيم أقل، بقيم أقل، انظروا دائما إلى محور التراتيب، ها هو المنحنى، يعني نازل هكذا، بالنسبة إلى محور التراتيب كم يكون؟ يكون ناقص ما لا نهاية فقط. الآن عند ليميت، لاحظوا جيدا، اف لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص أربعة بقيم أكبر، بقيم أكبر المقصد يعني في هذا المكان لكن في هذه الجهة، لاحظوا المنحنى أين هو؟ ها هو المنحنى، ها هو المنحنى، عند ماذا يأتي؟ ها هو عند زائد ما لا نهاية، تعطيكم زائد ما لا نهاية، ثم ماذا؟ ثم الآن هنا في هذا المكان اللي هو الصفر، ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل، لاحظوا ها هو الصفر بقيم أقل، ها هو المنحنى، ها هو يا أبنائي المنحنى، يذهب إلى ماذا؟ لاحظوا إلى الناقص ما لا نهاية، ثم ليميت، لاحظوا جيدا الأمور بسيطة، اف لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر، ها هو المنحنى، يقترب إلى زائد ما نهاية، لاحظوا جيدا أمور بسيطة، ثم بقيت لنا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، ها هي الزائد ما لا نهاية للإكس، ها هي الزائد ما لا نهاية، المنحنى عند ماذا؟ يقترب إلى هذا الخط، هذا الخط عند هو ماذا لو نسقطه هكذا؟ هو كم؟ لاحظوا واحد، ها هي النهاية بأبسط الطرق، لاحظوا جيدا هكذا، فيكم من يقول يا أستاذ ولو كان المنحنى مثلا هكذا، هكذا ثم ذهب إلى هكذا، لاحظوا الإكس عند ماذا؟ عند الزائد ما لا نهاية، الإجراج اللي هو النهاية عندما تكون؟ تكون عند الزائد، نقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية كم تساوي؟ تساوي زائد ما لا نهاية، لكن هذا لا يرد في هذا المثال، هكذا، إذا ها قد أنهينا سؤال اللي هو سؤال النهايات، كيف نستخرجها من البيان بطريقة بسيطة؟ الآن بعد ما أكملنا هذا الشيء، قال أعطي المستقيمات المقاربة، المستقيمات المقاربة يا أبنائي ها هي أمامكم. تستخرج مباشرة من النهاية، ماذا تقول القاعدة؟ تقول إذا كانت النهاية إكس يؤول إلى المال النهاية وأعطت لكم عدد، قلت لكم عدد، هنا نتحدث الآن عن العنصر الثالث مستقيمة المقاربة، فإن هذا العدد هو إيكغيك يساوي واحد مستقيم مقارب أفقي، هذا المستقيم الأول، وعندنا ماذا تقول القاعدة؟ إذا كان الإكس يؤول إلى العدد ويعطي لك ما لا نهاية، شوفوا لاحظوا عدد أعطى ما لا نهاية، وكذلك هنا عدد أعطى ما لا، لا يهم النقص من أو الزائد، المهم أعطى ما لا نهاية، نقول إكس يساوي تلك العدد اللي هو ناقص أربعة مستقيم مقارب عمودي، لاحظوا جيدا، هنا كذلك إكس يؤول إلى قيمة أعطي لنا ما لا نهاية. وبنفس الطريقة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، لاحظوا نقول إكس يساوي صفر مستقيم مقارب عمودي،
لاحظوا إلى هنا الإكس يؤول إلى ما لا نهاية، أعطي لنا عدد يشبه الحالة الأولى، فنقول إيلاد يساوي تلك العدد مستقيم مقارب أفقي. هكذا يا أبنائي كيف نستنتج المستقيمات المقاربة، وها هي تظهر أمامكم. ها هي يا أبنائي، ها هو مستقيم، ها هو نوضحه هنا باللون الأخضر، ها هو المستقيم الأول اللي هو إيجراج يساوي لنا واحد، أن ها هو إيجراج يساوي واحد لأن هذه قيمة واحد، وعندنا المستقيمات الأخرى التي هي ها هي أمامكم، هي إكس كم يمر على ماذا؟ على الناقص أربعة، وهنا إكس يمر على ماذا؟ على الصفر. إذا المستقيم ها هو أمامكم عمودي، يعني يشكل زاوية قائمة. لاحظوا هذا إكس يساوي ناقص أربعة، وهذا إكس يساوي الصفر. بهذه الطريقة قد تعلمنا كيف نستخرج من البيان المستقيمات المقاربة. نأتي الآن إلى العنصر الآخر اللي هو العنصر الرابع اللي هو جدول التغيرات. جدول التغيرات يا أبنائي هو ملخص كل ما قمنا بفعله في الأول. تابعوا، نأتي الآن إلى جدول التغيرات هكذا تكون لنا المساحة الكافية لرسمه يا أبنائي. لاحظوا لاحظوا هكذا، ونقوم بملئه نقطة بنقطة. تابعوا أبنائي أن هذه الأمور أمور هامة جدا. لاحظوا تابعوا جيدا، لو نأتي الآن إلى المشتقة كذلك نترك لها مجال هكذا. لاحظوا أبنائي حتى تتعلموا هذه الأشياء الهامة. هنا إكس الآن تكتب في هذا المكان، تكتب مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى هذا المكان هو ناقص أربعة، ثم من هذا المكان إلى هذا المكان اللي هو كم؟ صفر، ثم من هذا المكان إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا الدالة غير معرفة هكذا. لاحظوا يا أبنائي الدالة غير معرفة يعني منطقة أو قيمة ممنوعة. لاحظوا هكذا، ونجعل هكذا حتى نقول أن هذه منطقة ممنوعة. تابعوا أبنائي حتى تعلموا هذه الأشياء. وهنا نكتب F فتحة لإكس، وهنا نكتب F لإكس، هي عبارة الدالة. عندنا لاحظوا عندنا الدالة هنا كيف هي؟ لاحظوا لاحظوا لأن السير يتم هكذا، احذروا السير دائما سيروا إلى هذا الاتجاه. لاحظوا هي تنزل، يعني هنا ناقص هنا في المشتقة، ثم من هنا لاحظوا لاحظوا يا أبنائي كيف هي تقوم، هي تنزل ثم لاحظوا إلى هنا، ها هي تنزل أمامكم، ها هي لو نرسم هكذا نجدها أنها تنزل فقط. احذروا فيكم أحد يقول يا أستاذ وهكذا، لا نحن نتجه بهذا الاتجاه، احذر نحن نتجه هكذا لا نتجه إلى الأمر العكسي. الآن نبدأ بالملأ، الملء هو هكذا فقط. لاحظوا أبنائي كيف تتعلمون هذه الأشياء بطريقة بسيطة إن شاء الله. تابعوا هكذا، نبدأ الآن بالنهايات، قد حسبناها من قبل النهايات أو هي موجودة مثل ما قلت لكم هي موجودة على الرسمة. عندنا عند النقص ما لا نهاية قلنا تكون كم؟ تكون واحد، وعند الناقص أربعة بقيم أصغر تكون قلنا ناقص ما لا نهاية، وهنا الزائد ما لا نهاية، وهنا الناقص ما لا نهاية، وهنا الزائد ما لا نهاية، وهنا وجدناها واحد. هنا دائما عند القيم الممنوعة تكون ما لا نهاية هكذا. تابعوا جيدا، إذا هذا هو جدول التغيرات بطريقة بسيطة، قمنا بعملية الملء. نأتي الآن إلى السؤال الذي طرح بعد، قال مركز التناظر. مركز التناظر تعلمون أن عندنا كذلك يظهر هنا مركز التناظر، إذا نقول مركز التناظر. كما تعلمون أن مركز التناظر عبارة عن نقطة
يكون فيها المنحني متناظر إليها. إني أراها أنها هي مركز التناظر هنا في هذا المكان. لاحظوا عند ماذا الإكس كم؟ ها هو الإكس. إذن سميناها A، الإكس يساوي ناقص 2، والإجراج نسقط هكذا كم؟ 1. إذن ها هي مركز التناظر بأبسط الأمور. فيكم من يقول يا أستاذ ولماذا اخترت هذه النقطة بالضبط هنا؟ لو تلاحظون جيدا كل نقطة متناظرة، لاحظوا لو جئنا إلى هذه النقطة وقمنا برسم خط هكذا لوجدناها هنا، لو جئنا إلى هذه ورسمنا خط هكذا لوجدناها هنا. يعني مركز التناظر أن هذه المسافة تساوي هذه وهذه تساوي هذه. لو جئنا الآن إلى هذه النقطة هنا لو تناظرناها لوجدناها هنا. ها هو مركز التناظر، ظهر، ليس محور تناظر إنما مركز، لأن المحور عبارة عن مستقيم وهذه عبارة عن نقطة. مركز التناظر كما تعلمون أن مركز التناظر عنده قانون اللي هو F لـ 2 A ناقص X زائد F لـ X تساوينا 2 B، حيث الـ A والـ B هم إحداثيات النقطة A. إذا كانت A إحداثية A و B، هنا الـ A وهنا الـ B، هذا هو قانونه عليكم بحفظه، إلا أن هنا نستخرجه من البيان فقط. عندنا كذلك شيء آخر اللي هو نقطة الانعطاف. نقطة الانعطاف، ما هي نقطة الانعطاف؟ الذي فيها الدال، لاحظوا نقطة الانعطاف يعني باللغة الدارجة عندنا هنا نحن الجزائريين نقول الفيراج هكذا. ها هو منعطف، منعطف حتى في 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 علم السيارات أو في علم الطرقات نقول المنعطف. ها هو ما هي؟ هي نفسها. إذا نقطة الانعطاف هي نفسها مركز التناظر. إذا نقطة الانعطاف، نقطة الانعطاف هي A ذات الإحداثية ناقص 2 و 1 هكذا. هذه هي نقطة الانعطاف، فهنا لا يوجد نقطة انعطاف. نقطة الانعطاف عليكم أن تؤمنوا أنها هكذا، ها هي نقطة الانعطاف، أو هكذا، ها هي نقطة الانعطاف. قانونها المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها، المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها، يعني هذا هو قانون نقطة الانعطاف. إذا قلنا الدالة مثلا F لـ X مثلا تساوي لنا مثلا X قوة 3، نأتي إلى المشتقة الأولى F فتحة لـ X كم تساوي؟ ننزل هذا يصبح كم؟ 3X مربع. ثم المشتقة الثانية نعيد اشتقاقها مرة ثانية، مشتقة المشتقة F لـ X يساوينا، ينزل هذا يصبح يساوينا 6X. المشتقة الثانية تنعدم، نأتي إليها وننعدم ونجعلها هكذا 6X تساوي 0، يصبح X يساوينا 0 على 6، X يساوينا الصفر. نأتي إلى جدول، نجعل جدول إشارة للمشتقة الثانية، اللي المشتقة الثانية ها هي قيمتها اللي هي 6X، تنعدم عند ماذا؟ عند الصفر. معادل من الدرجة الأولى الـ A، ها هو هنا عكس وهنا نفس. المشتقة الثانية تنعدم، ها هي انعدمت وتغير، ها هي غيرت الإشارة. ومنه المنحني يقبل نقطة انعطاف ذات الإحداثية ماذا؟ هي الصفر. لاحظوا إذا سميناها أوميجا هي الصفر وآف لصفر، والآف لصفر هنا تظهر لكم لما تعوضوا هنا في هذه العبارة بالصفر تقول لكم الصفر اللي هي النقطة أو إحداثية صفر صفر. في هذه الحالة يعني المشتقة الثانية تنعدم، النقطة التي تنعدم عندها وصورتها، يعني صورتها قوم بالتعويض في الدالة ليس في المشتقة. الآن قد أكملنا هذا السؤال، نأتي إلى السؤال الآخر. ماذا يقول السؤال الآخر؟ يقول إشارة F لX، إشارة، لاحظوا قلت تقول قاعدة إشارة F لX، إشارة F لX يعني تابعوا جيدا حتى تعلموا كلمة الإشارة. هنا فيكم من يقول يا أستاذ هل هي إشارة المشتقة؟ لا، إشارة العبارة ليس هي إشارة المشتقة، لأن إشارة المشتقة هي F فتحة لX، نبحث عن إشارة هذه العبارة. أما هو أراد منا F لX، F لX يعني كلمة إشارة معناه تفسيرها البياني أنه المك، لاحظ حتى يعني لا نكثر عليكم الكلام، نبدأ هكذا. ها هو محور الفواصل، الإشارة تخرج من محور الفواصل، لاحظ المكان الذي يقع فوق
محور الفواصل، هو موجب مثل هذا هنا وعندنا كذلك هنا. لاحظوا أبنائي وعندنا هنا في هذه الأمكنة نقول f لx أكبر أو يساوي الصفر في هذا. ما هو المجال يا أبنائي؟ لو نأتي الآن إلى رسم هكذا، عفوا نقوم برسم جدول بسيط من خلاله هكذا، نذكر إشارة f لx. لاحظوا هنا x الدالة معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ تابعوا جيدا، إلى غاية ناقص 4، ومن ناقص 4 إلى الصفر. لاحظوا ومن الصفر إلى زائد ما لا نهاية، هنا الدالة غير معرفة. تابعوا أبنائي، هنا الدالة غير معرفة، وهنا نكتب f لx لها عبارتها. تابعوا، هي من ماذا؟ ما هو الأمكنة التي تكون فيها؟ ونحن نتحدث، إذا قلنا نتحدث هنا نتحدث على محور الفواصل دائما، من هنا إلى غاية هذا المكان إذا سميناه ألفا، نسميه ألفا، أو هو يظهر في المنحنى أنه ناقص 4.5، أو نقول ألفا لا يهم، المهم هو من هنا إلى غاية الألفا، أو نقول 4.5 حتى يعني يكون الرسم دقيق جدا، يعني بالتقريب. لاحظوا إلى هذه المكان اللي هو 4.5، إذا ناقص نجعل هكذا ناقص، لاحظوا ناقص 4.5 هنا. لاحظوا من هذا المكان، في هذا المكان من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 4.5 تكون فوق، فوق يعني زائد. ثم من هذا المكان، لاحظوا هنا أين هو؟ تحت، إلى غاية هذا المكان يعني هنا ناقص لأنه يقع تحت. ثم لاحظوا هنا فوق يعني من هذا المكان إلى غاية ناقص 0.5، ناقص 0.5، ناقص 0.5. هنا نجعل هذا الصفر يعني هنا تكون تنعدم لا جدال، هنا في نقاط تقاطع مع محور الفواصل تكون f لx تساوي الصفر، هذه قاعدة، تكون f لx تساوي الصفر عند ماذا؟ عند الناقص 4.5 وعند الناقص نصف، لهذا جعلت هذا رمز الصفر لأنه يعدمها. ثم ماذا؟ يعني هنا لاحظوا من هذا المكان إلى غاية هنا كم؟ تكون فوق زائد، ومن هذا المكان إلى هذا المكان كما أوضح ها هو المنحنى يقع تحت، تحت ناقص. ثم من هذا المكان إلى غاية هذا المكان لاحظوا المنحنى يقع فوق، دائما انظروا إلى محور الفواصل فقط لا تتعبوا عقولكم، زائد، ها هي إشارة الاف إكس. إذن هنا زائد ناقص زائد ناقص زائد، مع احترام مجموعة التعريف، احترام مجموعة التعريف هنا لاحظوا هذه مجموعة التعريف عليكم أن لا تجوزوا فيها، يعني لا تعبأوا بها، عليكم باحترامها فقط. ها هي مجموعة، إذن هذا هو إشارة جدول إشارة الاف لإكس بهذه البساطة. إذا ما هو موجود فوق محور الفواصل زائد، وما هو تحت محور الفواصل ناقص، وما يقطع في هذا المكان وهذا المكان نقول اف لإكس تساوي الصفر فقط. الآن لو قيل كذلك، لاحظوا جيدا، جاءنا إلى السؤال الذي بعده، قال ارسم منحني الدالة جي، أعطينا الدالة، أعطيت لنا الدالة جي، لكن هذه الدالة جي بماذا عرفت؟ عرفت بأنها تساوي لنا القيمة المطلقة لإف لإكس. يا أبنائي ركزوا معي، كلمة القيمة المطلقة لإف لإكس معناه هذه القيمة مهما كانت كيف تكون موجبة، لأن درستم أن القيمة المطلقة مهما كان موجبة، ولو قلتم ناقص 2 هي 2، ولو قلتم 2 هي 2، يعني القيمة المطلقة دائما، لو قلتم ناقص x تساوي نفسها هي ماذا؟ هي القيمة المطلقة لx، أن دائما القيمة المطلقة مهما كان بداخلها تكون عبارة عن قيمة موجبة. ما معناها؟ إذا قلنا لاحظوا جيدا، يعني هذه جي لx ماذا يمكن لكم أن تساوي؟ تساوي عبارتان،
تساوينا إذن هذه جي لي إكس يا إما تأخذ قيمة تساوينا إف لي إكس يا إما تساوينا ناقص إف لي إكس. لماذا؟ لأن قيمة مطلقة لي إكس تقول القاعدة يا إما يساوينا إكس أو يساوينا ناقص إكس، إلى أن هنا إكس يكون أكبر أو يساوي صفر، وهنا إكس أو أصغر أو يساوي صفر. هنا كذلك نقول إف لي إكس إذا كانت ماذا؟ هنا إذا كانت إف لي إكس أكبر أو تساوي صفر، وهنا إف لي إكس أصغر أو يساوي صفر، مثلها مثل الإكس. إذا هنا لو تلاحظون الرسم كيف يكون، هذا مع احترام هذه، احترام هذه القاعدة أن إف لي إكس يكون أكبر من الصفر، كلمة إف لي إكس يكون أكبر من الصفر معناها المنحني يكون فوق محور الفواصل. المكان الذي يكون فيه المنحني أكبر من محور الفواصل في هذه هنا في هذا المكان نتركه كما هو، يعني يبقى المنحني نفسه من هذا المكان. لاحظوا هنا وماذا؟ وهنا تابعوا أبنائك حتى تتعلموا رسم هذه الأشياء، هنا ثم هنا. لاحظوا هكذا، هذا الجزء الأول. نأتي الآن إلى الجزء الثاني اللي هو تساوينا ناقص اف لي اكس لما يكون اكس اف لي اكس اقل من الصفر، يعني يكون المنحني تحت محور الفواصل. لما يكون محور تحت محور الفواصل نضربه في ماذا؟ في اشارة الناقص. كيف يعني يناظر؟ بابسط الامور انه يناظر بالنسبة الى محور الفواصل. يعني ماذا؟ يعني هذا المنحني يا ابنائي يناظر هكذا، ثم هذا الذي تلاحظونه هنا يناظر هكذا، يعني كيف يصبح منحنى الدالة جي؟ يصبح هذا هذا ثم هذا هكذا. الرسم المنحنى جي هو الذي هنا أمامكم باللون الأحمر، وهو يقع فوق محور الفواصل. لهذا لأن قلت هذه العبارة مهما كانت هي قيمة موجبة، يعني لو نقول نريد أن نفسر نقول سي جي يقع فوق محور الفواصل. لماذا؟ لأن كل القيم هذه موجبة، يعني ما كان فوق محور الفواصل اتركه كما هو، هذا وهذا ركزوا فقط، وهذا كان فوق محور الفواصل، أنا محور الفواصل ها هو أمامكم، ها هو محور الفواصل نتركه، والذي يكون تحت محور الفواصل مثلا نناظره هكذا. هذا هو رسم الدالة جي بأبسط الطرق يا أبنائي فقط. ها قد يعني تعلمنا كيفية ماذا؟ كيفية رسم منحني الدالة جي انطلاقا من رسم الدالة ماذا؟ اف، انطلاقا من الدالة اف فقط. لو طلب مني كذلك وقال ارسم اش لإكس الذي يساوينا اف، لماذا؟ للقيمة المطلقة لإكس اف، لكن لاحظوا القيمة المطلقة هنا قيمة مطلقة خارج الاف وهنا داخلها في البطن. ماذا يمكن أن نقول؟ هنا يمكن أن نقول أن ماذا؟ أن تصبح تقول اش دالة اش زوجية. في هذه الحالة تكون الدالة اش كيف هي زوجية، والدالة الزوجية كما تعلمون أنها تكون متناظرة بالنسبة، يعني منحناها يعني ا سي اش، يعني يكون بصفة عامة يكون متناظر بالنسبة لمحور التراتيب، يكون متناظر. كيف؟ يعني المنحني ها هو الأول، لاحظوا جيدا فقط، ها هو منحني الدالة اش، ثم المنحني الثاني كيف يكون؟ يكون متناظر فقط، هذا هو منحني الدالة اش، ركزوا فقط، هذا الذي قمت به لون باللون الأسود. أما الباقي الذي بقي باللون الأخضر ليس للدالة اش، لأن الدالة اش زوجية تكون، ماذا تقول القاعدة؟ يمكن الدالة الزوجية نرسم نصفها الأول
الذي يكون من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية يكون هنا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، والآخر نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب، ومحور التراتيب ها هو أمامكم يا أبنائي، ها هو محور التراتيب، ها هو إذن الرسم فقط. وأتمنى في الأخير أن يكون قد أعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم إن شاء الله جديدنا باستمرار، اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين. كما لا تنسونا بالدعاء أرجوكم، وجزاكم الله خيرا أبنائي، والسلام عليكم.